أكثر من سنة جمعت مبلغا يتجاوز 65 ألف جنيه سوداني وأرسلت هذا المبلغ. وبعد فترة سافرت إلى السودان وصرفت من هذا المبلغ 25 ألف في زواجي، وباقي المبلغ شاركت به أحد إخواني في آلات زراعية، لكني مع الأسف الشديد لم أزكي هذا المبلغ وله الآن أكثر من سنتين. فكيف أزكي؟ هل أزكي المبلغ كله 65 ألف أم أزكي الباقي؟ وجهوني، جزاكم الله خيرا. لا حال عليه الحول، لأن دار عليه 12 شهرا وهو يبلغ النصاب أكثر من النقود، فإنه تجب فيه الزكاة. فهذه الجنيهات التي ذكرها السائل بهذا المبلغ الضخم يجب عليه أن يزكيها بأن يخرج منها ربع العشر إذا تم عليها الحول، ولو تكررت السنين فإنه يخرج الزكاة فيها عن كل سنة. وما أنفقه منها في أثناء الحول قبل تمام الحول إنه لا زكاة فيه، أما ما دار عليه الحول وهو موجود في ملكه فإنه يزكيه. وما ذكره من أنه شارك في بقية هذا المبلغ مع أخيه في آلات زراعية، إذا كانت هذه الآلات يقصد بها البيع لطلب الربح فهي عروض تجارة، تجب الزكاة في قيمتها التي تساويها عند تمام الحول بأن تقوم بما تساوي ويخرج ربع العشر من القيمة المقدرة لها، زادت عن الثمن الذي اشتراها به أو نقصت أو ساوته. أما إن كانت هذه الآلات الزراعية تقصد بها التأجير أن يؤجروها للمزارعين عند الحاجة، فهذه ليس فيها زكاة في نفسها، وإنما الزكاة في غلتها وأجرتها إذا حال عليها الحول، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.